عليكم مشاهدينا مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في تغطيتنا الخاصة والخاصة جدا لفوز النادي الأهلي بخماسية نظيفة على نادي طنطا. ينضم إلينا الآن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي. كابتن سيد برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. رغم الإصابات رغم الغيابات الأهلي ماشي في طريقه ماشي في سكته، عودة الروح مكاسب عديدة النهاردة للقاء. الحمد لله هي الروح ما راحتش اساسا عشان ترجع. يمكن لو بتقصد المباراه اللي فاتت يعني طبعا ما حدش راضي عليها وخصوصا الشوط الاول، لكن في النهايه يعني حاله من التعب بسبب المباريات المتلاحقه والقريبه جدا في المسافه الزمنيه ما بينها وما بين بعض، بلس ان انت في ناس بتبعد عنك لظروف اجهاد او اصابات او ما شابه او تريح وجهه نظر فنيه يعني. فبالتالي فوز مهم جدا جدا يعني. انا كنت من الناس اللي قلقانه جدا قبل اللقاء، لان احنا جايين من رحله طويله والفرق الزمني حوالي بتاع بتتكلم في 96 ساعه بس يعني، فكان مهم جدا ان احنا نكسب النهارده، وده اهم شيء في اللقاء يعني. فيما يخص النتيجه احنا بنلعب بطوله دوري، حلو ان انت تكسب مكسب مرتاح، لكن اهم من كل ده 3 نقاط يعني. حسين الشحات وكهربا ومروان محسن النهارده كانوا من مفاتيح اللقاء وسر من اسرار الفوز النهارده للنادي الاهلي. بص انا عندي يعني مين يبقى سبب المكسب يعني بالنسبه لي، طبعا كل ما كانت الناس كتيره او المفاتيح زي ما انت ذكرتها او وصفتها يعني كتيره، ده بالنسبه لنا طبعا كويس جدا يعني. لكن في النهايه احنا عندنا ثقه في كل المجموعه يعني. علي معلول مفتاح لعب، احمد فتحي النهارده قدم مباراه كويسه جدا في بوزيشن ديفندر في نص الملعب، محمد هاني مفتاح لعب، اول سوليه بيحل، مهم جدا ان يبقى عندك الحلول كتيره ومتنوعه يعني. مباراة قوية جدا للنادي الأهلي الفترة المقبلة، بنتكلم عن المقاولين، بنتكلم عن النجم، بنتكلم عن الهلال السوداني، شايف المرحلة الجاية ازاي في ال3 لقاءات دول؟ بص كل ما احنا بنبقى كويسين يعني المنافس بالنسبة لنا مش عايز أقول مهما كان هو مين، لكن المهم أنت نفسك يعني. النهاردة كمان عشان أبقى متذكر جدا يعني، مبسوط جدا بأداء ياسر إبراهيم، واحد من اللعيبة اللي أنا على المستوى الشخصي بحبها جدا لأنه راجل جدا وفي نفس الوقت يعني صفاته الشخصية هايلة يعني. ايا كان الفرقه اللي بتلعبها طالما انت كويس ومستعد ومرتاح واخد فترتك الزمنيه اعتقد ان الامور هتبقى بالنسبه لك كويسه. خلينا ننتظر ونشتغل، عندنا مباراه جايه مع المقاولين العرب، والمقاولين العرب بيقدم موسم استثنائي مع كابتن عماد النحاس، فمهم جدا ان احنا نتعامل مع اللقاء بمنتهى القوه ويا رب التوفيق يكون حليفنا. عارف كويس قوي ان ممكن تبقى بروفه المقاولين العرب او المقاولين العرب بروفه لنفس الفكره او نفس اللعب اللي هيلعبه النجم الساحلي يعني، انا متاكد من كده او متوقع كده ان المقاولين العرب هيبقى نفس الصوره تقريبا او نفس طريقه اللعب اللي ممكن يلعب بها النجم قدامنا يعني. محمود متولي النهارده مفتاح من مفاتيح اللعب وتوظيف جديد، طمنا الاول على اصابته وشايفه ازاي النهارده في اللقاء؟ حاسس بالسمانه، يمكن احنا سالناه كتير جدا قبل ما نطلع قفشه كمان كان عنده كدمه في الركبه، فكان مهم كمان ان هو يرتاح يعني، فسالنا متولي لكن هو قال ان هو كويس يعني، هنشوف بكره ان شاء الله الرحمن، نتمنى يا رب ان ما تبقاش فيها حاجه يعني. بالنسبه لوليد سليمان ورمضان صبحي نجوم من نجوم النادي الاهلي، طمنا عليهم. وليد سليمان خلاص خلال 48 ساعه و 72 ساعه ان شاء الله هيكون موجود في التيم يعني. رمضان صبحي الحمد لله كان في تقريبا ممكن على يوم الحد تكون التئم تماما يعني، ودي حاجه كويسه يعني. هيبقى حتى مباراه النجم الساحلي لما تاخر 48 ساعه اعتقد ان ده في صالحنا يعني، الحمد لله. رمضان دايما الجمهور رقم واحد، جمهور النادي الاهلي دايما رقم واحد، حضرتك دايما تقول جمهور النادي الاهلي عارف دوره، رساله لجماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي احنا خلينا نتكلم في كل واحد واختصاصه يعني، احنا في بدايه موسم يعني، السنه دي بتتكلم في المباراه ال11 يعني، اعتقد ان انت يعني بتتكلم في ثلث الدوري، الدوري كله او ربع ثلث الدوري يعني، انت الدوري كله 34 اسبوع لما يتلعب منهم 11 ده لسه بدري جدا يعني، فمش عايزين نستعجل حاجه ومش عايزين نبقى يعني كميه الفرحه تبقى مبالغ فيها في اي حاجه في اي وقت على فكره، لان انت يعني انت ما وصلتش للخواتيم يعني، وطبعا الخواتيم هي اللي بتدي النتائج يعني، البطوله الدوري او بطوله افريقيا او حتى الكاس او السوبر يعني. فخلينا ننتظر، احنا لحد دلوقتي ما فيش حاجه عملتها خالص يعني، ما فيش حاجه اكيده يعني، في حاجات ملموسه طبعا وكل حاجه، لكن في النهايه يعني انت لسه ما حققناش اي نتيجه احنا عايزينها، الموسم لسه طويل، عندنا بطوله افريقيا مهمه جدا بالنسبه لنا، عندنا بطوله الدوري مهمه جدا بالنسبه لنا، وعايز تكسب وعايز تفوز، لازم تحترم الخصم جدا، لازم الاحترام ده يكون مسبق على فكره مش اثناء اللقاء يعني فلازم يبقى التحضير كويس قوي، الدماغ ما تكبرش، لان كره القدم زي الكوره زي الحياه بالظبط او زي الدنيا بالظبط يعني، كل يوم بشكل وكل يوم بحاله وكل يوم بجو تاني خالص يعني، فخلينا نحترم الناس كلها ايا كانت الفرقه اللي هتلاعبها عشان تعرف تتعامل معاها. شفنا امبارح زياره سعد سمير لتمرين النادي الاهلي، النهارده زياره رمضان صبحي لفندق النادي الاهلي،
دعم والمسانده والمؤازره اكيد بيفرق مع اللعيبه الكتله واحده واحده واحده. الدعم والمسانده اكيد بيفرق في مشوار النادي الاهلي الفتره المقبله. احنا فرقه واحده واسره واحده، يعني انا دايما اقول ان لعيبه النادي الاهلي او كل اللي بيمثل النادي الاهلي يعني هم اكنهم بيدافعوا عن بيتهم بالظبط يعني، ومن هنا بتيجي الروح يعني. ما تفقدش الامل خالص مهما كنت بعيد، وفي نفس الوقت ما تستريحش قوي لو كنت متقدم يعني، زي ما قلت لان حال الكره متقلب يعني. لكن الأسرة الواحدة والروح الواحدة والجماعية وطريقة التعامل ما بين اللعيبة وبعضها ده مهم جدا، ده يدي لك مؤشر على طول على النتائج ويدي لك مؤشر كتير على البطولات يعني. انت بتلعب لعبة جماعية، ما بتلعبش لعبة فردية، ما بتلعبش لعبة تنس او بينج او الحاجات اللي هي بتبقى خاصة بيك انت لوحدك يعني، انت بتلعب حاجة جماعية فالكل مشارك فيها. ممكن ما يبقالكش دور النهاردة، لكن الله اعلم ممكن في ختام الموسم يبقى انت سبب من الاسباب الفوز ببطولة الدوري او افريقيا. هيجي لك الدور بتاعك وهيجي لك في وقت كويس قوي، بس انت كمان تكون مستعد له، كن نفسيا مهيئ لده يعني. اخيرا تدعيمات النادي الاهلي في يناير، سؤال طبعا مطروح ودايما بيتسال عن تدعيمات النادي الاهلي في يناير للصفقات، راي حضرتك؟ يعني اعتقد ان هي صفقه واحده اللي فاضله يعني، النهارده كانت كهربا والنهارده بيكتب يعني اسمه في سجلات الهدافين في النادي الاهلي، ودي حاجه كويسه جدا. لكن فاضل لنا صفقه، خلينا مش عايز اقول نتأنى لان احنا خلاص يعني بتتكلم في الرتوش الاخيره يعني، ان شاء الله الرحمن تكون اضافه بالنسبه لنا ويقدر نساعده ويساعدنا كمان في بطوله الدوري وبطوله افريقيا باذن الله. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله في المباراه المقبله. شكرا. مشاهدينا ده كان